فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: من دفع الزكاة لفقير مستحق ثم بلغ المزكي أن المال الذي قد دفعه قد استعمله هذا الفقير في غير وجه شرعي، فهل تبرأ ذمته؟ نعم، تبرأ ذمته، لأنه دفعه لمستحق، وكون المستحق تصرف تصرفا غير صحيح هذا بذمة الذي تصرف لا بذمة المزكي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.